يا سلام، البخار ده اكنه كده بيغسل البني ادم من بره ومن جوه، يعني اكنك او كانك بتتولد من جديد، خصوصا لما يبقى في يوم زي ده كده، يوم بتستقبل فيه دنيا الحلال، زوجة صالحة، الحياة الهادية بقى، راحة البال والطمأنينة والسكينة. يا عم حافظ، تحس كده أكنك خاشش دنيا. ده على أساس إنك أول مرة تخش دنيا. إيه التفوية دي؟ ليه كده؟ يا عم حافظ، كل اللي فات حمادة، انما اللي جاي بقى حماده تاني خالص. التوبه وجبت. يا ما انت كريم يا رب، التوبه وجبت. والقلب، القلب نضف خلاص، وجت خلعت توب الحرام. يا سلام يا سلام، خلاص يا عم حافظ، احنا من النهارده يمين يمين يمين. أفلح إن صدق. تباً تباً لك هاك من ذاك. وهل تجوز التوبة في السونة؟ ولم لا؟ لم لا؟ لأنك ملبوس. والله يا عم حافظ بقى، ما تقفلهاش في وشي، ما تقفلهاش في وشي بقى. ده أنا ما صدقت أبواب السما كانت مفتوحة لما تين اختي عرفت تبدا في الحرم وانا واقف وراها. يا الرجل اخيرا عرفت سكه اليمين. انت ايش عرفك ان ابواب السماء كانت مفتوحه؟ ما انت حجت 3 مرات ورجعت شمال. والله عندك حق يا عمي، انت عمي عمي، يعني المفروض تشجعني مش تحبطني. عمي اضحك عليك اخدعك؟ الموضوع بايظ. ما تغلطش يا ابني، خليك في طريقك. ولو اني توبتك هتوقف عليا بخساره، لكن انت ابن اخويا وواجب عليا انصحك. وفر نصايحك اللي ملبساني في الحيطه والبول دي. اتك على الصبر وخد مني. حقيقي يا سلام. شوف انت صحيح دكتور نساء، بس عندك بقى تخصص النساء نفسه. استر وعشان نسترها معاك لازم تخش بقلب جامد، وعلى رأي المثل الانطباعات الأولى تدوم، لازم الانطباع الأولاني يبقى نووي يا ابن النواوي. عشان كده لازمك حتة شمال تسخن بيها أوطان. يا محمد بقولك توبنا، بقولك بنتوب. سيبني في حالي. يا عم انت متصرف، بقول لك توبنا يا الله. خلاص قالوا للحرام احلف، والمصحف توبنا يا الله، والله العظيم توبت الى الله. ابصمها لك اكتبها لك. توبنا الى الله القبطان. وفي كويس قوي يا مستر معتصم، هايل. بالمناسبه السمنه اللي انتوا بتطبخوا بيها، قصدي يعني بتعملوا بيها البوفيه، سمنه ايه؟ السمنه اللي بنستعملها عاده في الاوتيل يا هان. لا لا عاده دي انا ما بحبهاش خالص، لا لا انا بحب كده السمنه تبقى بلدي، زبده، يعني حاجه كده الناس وهي بتاكل تستطعم كده وتقول الله. مش كنا جبنا لهم زبده من اللي عندنا في البيت؟ عندنا ايه بس، عندنا ايه؟ اسكتي انت، بدل ما يشوفوك ياخدوك يسيحوك يعملوا بوك البوفيه. وبالنسبه كمان يا مستر معتصم للاضاءه الكتيره والحاجات الكتير، لا بص شوف انا عايزه الاضاءه تبقى على العريس بس،
يعني مش شرط العروسه، ممكن تظلم العروسه خالص. انا عايزه كده العريس يطلع كده منور كده خلاص، يعني كله يبقى هادي ما عدا الكوشه بس، يعني هي اللي تبقى منوره. لا اله الا الله، ما تخليها تلعلع كده يا ستي وتزقطك، ده فرح الغالي. تلعلع ايه؟ تلعلع ايه؟ وفرح العمده ولا فرح بلدي؟ ها مش انا مش عارفه ده فرح ده ولا ده ندوه ثقافيه. ما تقلقيش يا هانم، في سبوتات هتنزل على العريس والعروسه اثناء الرقصه الاولى. رقصه؟ انت بتقولي رقصه كده في وشي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، احنا ما عندناش رقص وكلام فارغ زي ده يا استاذ. لا اله الا الله، احنا نجيب مقرئ يحيي الفرح ونحط شريطه سودا على الكوشه عشان الناس تتبس. وانت تكتني خالص، انا نفسي اعرف فين السواق الحمار اللي اسمه صلاح. نهاره ايه السود منيل اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ عارف يا ست هانم، نهار منيل ب60 نيله، بس والله الدنيا زحمه والناس موت 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 متعشقين كانهم يوم القيامه. قامت قيامتك ما يلحقوش حتى يوصلوك، اتاخرت الليل لحد دلوقتي. ابدا يا ست هانم، كنت بطلع حاجات فوق، قلت يمكن تحتاج حاجه ولا يعني اي حاجه من دول يعني. طيب شيل الحاجات دي وديها فوق، وشيل دي كمان معاك وديها السويت عندي فوق. ده عايزه مقطوره. بس والنبي يا ست هانم اوعي تزعلي، فش غلك فيا انا. لا والنبي، ولما هي تفش فيك انا مين يفش فيا؟ صدقوني بعد الفرح هفش فيكم انتوا الاثنين اخر فشاشين. قدامي امشي. شيله قدامي. مستر معتصم عايزه منك حاجه من فضلك. اتفضل يا اما ناديلو حس الغالي بره وحس الغالي بره. اول ما دخل فين؟ اول ما دخل وين؟ دخل على السيرين. دخل على السيرين. ها دخل على السيرين. وين واتاكل على الله. هنتكل على الله. بونجور دكتور. هنتكل على الله. أفندم؟ لا ده ولا حاجة كده، ولا حاجة. هو في حاجة؟ أبداً. أنا كنت جاي أشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده. أنا في خدمة حضرتك، قصدي يعني كلنا في خدمة حضرتك. حاجة كده وحاجة كده. هو يعني الدكتور هيكون محتاج إيه يعني؟ أو أي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة؟ الثقة في النفس اللي تأمرني بيه. ما يأمرش عليك ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد. دكتور عمر. يا دكتور عمر ايه ده؟ دي مؤامرة عليا. فيها يا ست انت؟ مفيش، لو سمحتي اتفضلي من هنا دلوقتي. انتوا مسلطين عليا، ما عندكوش راجل في الاوتيل. انا عايز راجل، عايز راجل. في يا ابني ده؟ حالة ولادة مستعجلة. الطوارئ بسرعة. لا طوارئ ولا جولة، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها من الاول. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالت وانت موديها له بيدك يا غنبور وخلتها اتكشفت على راجل. قبري يلم العفش، الكلام لاصول يا خال، اسمها متابعة. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابني سريعة. ايش دخل امي بقى دلوك؟ اتكلم انت دكتور عمر حيت ابوكي. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت واداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه، بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو، خلي مراتك فرجه نجاره مصر يا ذاكر. يا اولاد المحاريق، ده انا اولع عليكم في المستشفى دي كلها. تعالي. في ايه يا نبيله؟ يا دكتوره في صوت ضرب نار وفي بلطجيه هجموا على المستشفى ده. بلطجيه؟ انطقي، هو فين؟ حاربنا مش فرجه رجاله مصر كل شويه. انطقي، هو فين؟ اعترف احسن لك. هعترف. ايه ده؟ في ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي. ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده. ما هي قالت لك اهي، وبعدين مفيش دكاتره تاني غيره. نزل الزفت ده، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطب.
بيتجوز عقبال عندك.